وصل معالي الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس الوزراء وزير خارجيه جمهوريه العراق الشقيقه الى مملكه البحرين يوم امس وذلك للمشاركه في اعمال الدوره الثامنه عشر لمؤتمر حوار المنامه حيث كان في استقبال معاليه لدى وصوله الى مطار البحرين الدولي سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه وسعاده السفير الدكتور محمد علي بهزاد وكيل وزاره الخارجيه للشؤون القنصليه والاداريه والسيد مؤيد عمر عبد الرحمن القائم باعمال سفاره جمهوريه العراق لدى المملكه وعدد من المسؤولين في الوزاره